كل واحد بيحاول في بيته ان هو يقضي ولاده ويقضي عيلته، ومفيش مانع كمان لو احنا مش عايزين نتخلى عن اي حاجة من الحاجات الاساسية في حياتنا. صحيح. هل ده قابل للتنفيذ في ظل العصر اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ بصي، كل حاجة يعني قابلة للتنفيذ، فكرة كلها يبقى عندي مرونة ان انا اجرب وانفذ واستمر. اوكي. احنا دايما بنبص بس من منظور اللحوم، يعني انا مش عارفه ليه احنا دايما بنبص منظور اللحوم. اي نعم، احنا كل حاجه او البروتين. يعني الفراخ برضو لما بتضرب بنزعل يعني. بالظبط. وكل حاجه مرتبطه عندنا بالاكل، يعني كل الاعياد بلا استثناء هي مرتبطه عندنا بالاكل. صح. فهي دي الزاويه الاساسيه. بس فكره بقى ان انا ابقى مركزه على اللحوم بس، فاللحوم غليت، انا عارفه ان هي اكيد اسعارها غليت، يعني مش جايه اقول ان هي رخيصه، بس الفكره ان انا ازاي بقى اقل كميه ممكن اعمل وجبه تكفي عدد اكبر من الافراد. صحيح. احنا ما عندناش ثقافه البقوليات والخضروات. احنا بس لازم الطبق الرئيسي هو اللي بيبقى عليه العين الاكبر. ايوه، هتعمل لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا ايه بالظبط. ولما بنفكر في حاجه جنبها، فرز ولا مكرونه بقى. بالظبط. طيب، هي اصلا الوجبه الاساسيه مش لازم على فكره اعمل مثلا كيلو من البانيه. ممكن على فكره بنص كيلو او بربع كيلو مع دخوله في حاجات تانية زي الخضروات. الخضروات غالية بس أكيد مش بسعر اللحوم طبعا. فلما أزود ثمرة من كل حاجة مع ربع كيلو ده أو نص كيلو ده، فبقى عندي الكمية نفسها متضاعفة. صحيح. هي دي الثقافة اللي أنا حابة أتكلم عنها، يعني مش لازم تكون الحاجة سيكل لوحدها. فبنحس إن هي قليلة فعلا. بالزبط. والعين دايما هي اللي بتاكل الأول. فلما بزود حاجة أو مكون أساسي تاني إضافة زي الخضروات، زي الفلفل الألوان، زي الفاصوليا، زي البروكلي، زي السبانخ، كلها على فكرة حاجات مفيدة. يعني طبعا كل ما زودنا الألوان كل ما زادت القيمة الغذائية. بالظبط. كل أنا جسمي مش محتاج كمان بروتين بس. يعني في أوريدي معادن وفيتامينز وأنتي أوكسيدنت موجود أصلا في الخضروات، فجسمي محتاجها. فإحنا ليه ما نعملش الميكس اللطيف ده؟